أولى رسائل هذه الحلقة من المستمعة رمزت لاسمها بأمة الله عين عين ميم، تقول: ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كانت للزينة أو كانت بسبب قصر النظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة عن هذه العدسات لأنها أمر حادث في المجتمع، ولكن إذا كان لبس العدسات لحاجة تقوية البصر لأنه ضعيف ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس بذلك للحال. أما إذا كانت العينان سليمتين وإنما تلبس هذه العدسات لأجل الزينة أو لأجل التصنع بها فهذا أمر ينبغي تركه لأنه لا حاجة إليه، ولأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، لأن كثيرا ممن يلبسن هذه العدسات يريدن التشبه بأعين الكافرات لتكون على شكلها، مما يشاهدنا في الصور والتلفزيون وغير ذلك. بل بلغنا أن المرأة تشكل العدسات بشكل ملابسها، وهذا من العبث الذي لا داعي له ولا حاجة إليه. نعم. فإن صاحب الحاجة شيخ تصنع أو تزين كأن تكون تحتاجها لقصر نظرها، فيقال خذي عدسة زرقاء أو شقراء أو نحو ذلك، تأخذ عدسة مناسبة للون العينين. نعم.